الحمد لله اخواني، الحمد لله انتهت الدورة على خير الحمد لله ما شاء الله. جزاهم الله خير مدرسين، جزاهم الله خير الأساتذة في الدورة، جزاهم الله خير ما قصروا ما شاء الله. ما شاء الله دورة مرت أيامها سريعة. نعم 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 الحمد لله على كل حال ما شاء الله. وين باقي الأخوان؟ باقي الأخوان هم مشغولين مساكين، حد يرتب كتبه وحد يرتب شنطاته. حياك الله. والله دورة حلوة ما شاء الله. ما شاء الله هلا ما شاء الله جزاهم الله خير. اليوم اعطونا احنا توجيه كيف نستفيد بعد ما نخرج من الدوره. نعم توجيهات مهمه ومفيده. نعم نعم تكون ان شاء الله كل واحد لما يرجع لوطنه يستفيد قلب يصلحه، يستفيد من هذه الدروس، يسوي دورات بالمنطقه. نعم. اللي قاعد فيها. نعم. نعم نعم. والاخ من سوريا ما شاء الله الحمد لله، يعني جيت من الاراضي ذيك وما شاء الله وربي يوفقك. الحمد لله الحمد لله. كيف شفت الدوره يا يوسف؟ والله دوره ما شاء الله فائدة وعلم ما شاء الله. ما شاء الله الناس كثير يتمنوا يعني، بس سبحان الله. وصلاء صالح ما شاء الله، ذي ما شاء الله كم دورات نتصادف نحن وياكنا ما شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم وعدك مستمر في الموضوع. نعم ما شاء الله تبارك. مستمرين جزاك الله خير ما شاء الله ربي يوفقك. كيف همتك الحين صالح بعد الدورة الحين؟ إيش همتك إن شاء الله؟ الهمة موجودة، كل سنة أحسن من سنة. نعم. يا عبد الله، يا عبد الله الله يهدي عبد الله. الله يهدي عبد الله أكثر من مرة كلنا. تعال هناك تعال. أنت معليش تروح. أيوه أيوه أنت معليش. أيوه حمد قبيل وأنت تتكلم في التليفون. التليفون ده صافتنا. لما التليفون صافتنا ننصفطت. لما انصفطتنا التليفون صافتنا. لما واحد ينصفط ينصفط كذا ينصفط ينصفط ينصفط. عم يا عبد الله شبك الله احفظك. الدوره مرت وانت اللي انت انت والجوال. طيب الحين خلاص الدوره خلصت يا عم عبد الله؟ الدوره غلقت. الدوره غلقت وانا ما لقيت شيء. كم اقدر بشي؟ ما لقيت شيء ولا ما اقدر بشي؟ ما لقيت شيء، لا دروس ولا حاجه. واحد صافطنا التلفون صافطنا يا اخي اكثر من الله يهديك. بس الشؤون اكثر من مره حاكوك انت ما تسمع. ها اكثر من مره الشؤون حاكوك. طيب اقول لك الدوره معدنا تاسنا. ها تنس نعودون الدورة؟ بيعودونها كل سنة. بعودنا الدورة كل سنة، لكن أنت مش عارف الظروف كيف، فهمت؟ لا لا تسمح لك الظروف ما تسمح لك، لكن المفروض إنك تغتنم أوقاتك. بعدين يا عبد الله الناس في الروحة، الناس في مدرسة وأنت أنت والجوال ذا، يعني ما قدرت تفارقه. أنا مستغرب إنهم يسحبونه منك ثاني يوم يحصلوا معك. الحين تروح تشتري ولاد ولا تشتري؟ بس صدق ننام والتلفون بيدي، ننام نقوم. مدري كيف وتلفون بدي. طيب بسألك سؤال يا عم عبد الله. سوري هات السب. الحين ربي يطول الأعمار في عافية وانتهت الدوام. هات. أنا نيتك بتصلح بس لما تروح لبلادك بتقابلهم بقى. بتقابل أهلك بقى. بتقابل أهلك بقى. نقابل من؟ أهلك أهلك. بقول لأهلي خلصت الدورة. هو ذا اللي بتقول. شو اللي استفدته من الدورة؟ استفدت من الدورة. يا أخي العتنة كنت أخلص. بالدورة بس اتحايل بداية الدورة، بداية الدورة بس الشيء طول نار من النوادرة للقويرة مدري فين ونبيت في دويتي. لكن لما حسيت دحين الدورة طلع بخروج من الدورة حسيت في ال بس لا تبكينا لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال يا عبد الله إن كانك صدق ونادم على ما مضى من العمر في الدورة هنا ولا استفدت شيء، يكفيك ندامك ذا انه ثمره منك ان استفدت من الدواء. والله هم شيء ندامك. وشوف الايام اللي مضت هنا ما شاء الله، الفجر جماعه، الظهر جماعه، العصر جماعه، المغرب جماعه، العشاء جماعه. حافظ عليه ذا، لو بقيت عليه حافظ محافظ عليه ذا يكفيك ثمره هذا في عمرك كله. عاد الصلاه الصلاه الفير لا الفير بس اللي قد الفير انه المثب شا 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 يصلون يعودنا شا 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 مثل ذلك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحين شوف اصحاب الطلبه اللي معي من الشحر فرحانين بنحط دي 24 معهم كان ها ونا برضو في قلبي. لكن ما داري من الطلبه واغل. اصلا اهلك بيفرحون منك، اصحابك اصحاب بلادك بيفرحون منك انك انت رحت دوره دوره خير وعلم. نعم الله. بس اهم شيء كما قالك اخونا انك تستمر صح الصلوات في وقتها جماعه
واهم شيء تبتعد من اصحاب دحين ما عشان بنصح نفسي وبنصحكم على قلب الناس في البلاد وذا الدنيا خلاك المريضين بنصح نفسي في البلاد بنصحكم ها انتوا للدوره وتحبون الدوره الدوره فيها خير وفيها علماء ها وتستفيدوا من الدوره لا يا اخي الشيطان يقدر مش على كل حال ان شاء الله ربي يصلح الامور يا عم عبد الله لما ان شاء الله ربي يصلح امورك ان شاء الله تستفيد قلت لك انا لو رجعت بندامك وتميت مستقيم على ما انت عليه في الدوره خير كبير وندامك ذا يكفيك ما شاء الله يعني بس اهم شيء تتمي على ما انت عليه خلاص بتوب خلاص ان شاء الله ان شاء الله ربي يتوب عليك اصحابي التلفون ده خلاص ما ابغيته انا لا لا ان شاء الله يسكن ما ابغيته التلفون ما ابغيته شو اللي عطى حد محتاج والله شيء منه محتاج علي عبد الله تعال شو اللي اخي عطى واحد اخي تعال يلس 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 اسمع انت اسمع شوف الاخ هذا شوف يا صالح لما تخرج من هنا تروح من الدوره الان بنروح لافين ايش اهتمامك بالمستقبل قعد يلس يلس فكرك بعد ما خلصت الدوره الان واستفدت من هذه الاشياء منيتك انك تروح تعمل ان شاء الله بنعمل ان شاء الله فكر ان اكون مصلح اجتماعي يعني ما شاء الله هذيك المره قالوا الجماعه جلسوا معهم صلح نعم وجلست معهم جلست معهم نعم ما يستاهل حق الصلح ايوه ما شاء الله نعم ودحين ان شاء الله ناوي انك تستمر ان شاء الله ان شاء الله مستمرين نحن طيب لو عادك لو بدرس لك كم مطالبه ولا شيء ربي ما فتح عليه ما انا فاضي كم درسهم اقل شيء يسوي حزب بين المغرب والعشاء بالمسجد انت وكم شاب من الشباب لا هو اللي مستمر بس قال له عاد ابغى له نشاط كذا اللي انه اسمه المسجد استأمن عليه لازم كل واحد مننا يصلح له شيء لما في بلاده انا ان شاء الله بواصل تعليمي انا هذا الفتره مؤقته اللي درسنا فيها والعلم هذا ما ياخذ لا في سنه ولا في سنتين ولا في العمر كله ان شاء الله نكون نواصل تعليمنا ان شاء الله مثل ما قالوا شيوخنا الدوره بذره وكيف نسقيها بما اعطونا احنا اياه ونطبقه في هذه الدوره وان شاء الله نقول لنا ولانفسنا وصلاح قلوبنا يا جماعه هاتنا وين لقينا قولوا لي وين لقينا على كل حال ان شاء الله ربي يصلح الامور الحين نصحونا هنا عاد الحين انت لو مدامك ندمان جزاك الله خير وين لقي في البلاد واهم شيء لما تروح بلادك يعني في بلادك ولا في غير بلادك رفقه السعودي بتعد منه تجهل المسجد الخير بين المغرب والعشاء تكون في المسجد صلواتك حافظ على الجماعه حاول ميالس الخير اللي تقدر تحضره حضوره وقت العمل عمل وقت فراغك ما شاء الله توجه للخير العفو يا ابو احمد انا بقوم باقي تجهيز معي الشنطه باجهزها بكره ان شاء الله عندنا وداع وربنا ان شاء الله يصلح الامور نلتقي بكره ان شاء الله في الوداع ان شاء الله كل واحد يسامح اخوه اخواني وثوين بغيتوا بيتوا عندنا بيتوا في الغرفه هنا بيجي رابع يتحقن الشنطه قم يا الشنطه نحن يا الجوال بس قول لهم الشنطه حقك مليون جنيه طيب بدي خلاص كلهم بيروحوا عاد انا بقول لك حاجه مهمه يعني تواصل مع المدرسين حقك اي ابو تحت اسمعنا تعال قول له قول لك مدرسين الدوره تواصل معهم شيل ارقامهم سبحان الله شيء أشكل عليك في بلادك بعد تواصل معهم كان تواصل صلبهم تليفون واتساب المهم ده التليفون ما بغيت أنا أخي نالك أنت هذا هو التليفون بيفيدك في الأشياء هو دي هو شدهن التليفون هذه بغيت بدل ما يشدهك في أمور تافهة خلوا يشغلك بالخير وبالعلم تواصل مع مدرسين فهمت ولا لا أشي ما عرفت له أيوة يا استاذ ايوه احديث فلاني الا ما شاء الله عليك شوفك تفهم لا ما شاء الله علي سعد بس نقع صمخه لا ما اكسر الله جزاك الله خير هيك يا بتروح حياك ما شاء الله
ما شاء الله اليوم فرحتين يا ولدي، فرحة العيد وفرحة وصولك من الدورة. ما شاء الله ما شاء الله. من يوم رحت الدورة الدار غدرها. لا لا إن شاء الله منور بهل أبوي. كانك أنت يا ولدي تونسنا ما شاء الله، نتحدثون حياك هو قليل الأدب، هو قليل الأدب وولاده قليل الأدب. لا حول ولا قوة. قاعد وحدي أنا، حتى لو بتقول أسماء ما حد يبلقي الأسماء الحين، حتى هذا ولد أخوي حتى بتيبة تنصح بتكلمه ماشي أبدا يفرفو كرك. أي لا إلا الله. أنا يقل أدب علي، قلنا له ولدي الآن كل الأيام الصيفية دي أهم الأيام الصيفية كم من شهر، خليه تعلم موردينه يهمع الزقر. إذا هو في الرياض الرياض حتى يوم ينام الكراء طرح تحت راسه. يا ريت حضر دورة كمان حاجة ماشي بيستفيد أبوي. الله بيستفيد ما أخبر دورة حكم ما شاء الله، دورة ما توصف أبوي ما شاء الله. يعني تعيش في بيئة إيمانية ما شاء الله، قبل الفير قيام ليل وأذكار ما شاء الله، تبغى تصلي فير في جماعة ما شاء الله تبارك الله. حضروا كثير ولا قاعد؟ ما شاء الله ما يقارب 300 مشارك ما شاء الله. نعم وتعلمتوا وات ما شاء الله في الحديث ما شاء الله، في حفظ القرآن في الفقه ما شاء الله. تو بعد الفير دروس في الحديث وفي حفظ القرآن وفي بعض الدروس الفقهية من موزعين على حلقات ما شاء الله تبارك الله. دعوتوا الناس حكم، دعوتوا العالم ان شاء الله مصايب ربك يتقبل من وقت حصلتوه زين يا ولدي ما شاء الله. ابوك ايام شبته ايام هذا ولا شاب ما حكي تعليم، نتعلم واحنا بالخفي الحمد لله. قتلوا العلماء وشردوا العلماء بهدروا العلماء. لا حول. لما نتعلم الدفتر حق العلماء طرحه هنا بشوتي من شان ما حد يشوفنا، لا شافنا يحبسون اللي يدرسنا احنا ذا. ولا وقت زين يا ولدي الحمد لله، استفيدوا وتغنموا الوقت ما شاء الله. الله يحفظك. يعني ما شاء الله دروس حتى تبث حتى عبر القنوات الفضائيه. شوف يا ولدي شوفها انا مكرسح وانا يرسين ما شاء الله، عند التلفزيون نسمع ما شاء الله. جزاك الله وجزاهم الله خير من يبث ومن ما شاء الله يقوم بالاشياء دي ما شاء الله تبارك. ودروس في الضحى في الفقه وفي السيره النبويه ما شاء الله، وقت الضحى موزع اوقات كلها موزعه على الخير. بس اهم شيء استفد من اللي درستوه ان شاء الله. ان شاء الله يا ولدي ان شاء الله. والعاصر دروس التزكيه ما شاء الله، دروس الروح هذه ما شاء الله، تزكيه النفس، وفي دروس في السيره ما شاء الله تبارك ما شاء الله. هذا لابو باختصار ولا دوره ما شاء الله فيها دروس كثيره ما شاء الله. الناس يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك اخوي خير. ما تقول حد اخوك انس من دوره ولا تقول شيء؟ انس انس تحيه انس كيفكم؟ خير وكانك ايش تقول مدرب فريق؟ خير توقف لدي انت تاني ارتاح الاول حكى لنا وصلت مرحبا وان شاء الله احب النسبة من دراب الاخبار بالتفصيل ان شاء الله. يلا العفو الله الحين ولدك ما بتدوب بعدك. شفنا اليوم ضربته وعدنا بكره بغير ضربه كسرها منه ذي يا ابوي. شنو ما بظل يكرر عليك له؟ ايوه يعني قلت لك ولدي ما لك دخل فيه، تفهم ولا ما تفهم؟ ولد من ذا؟ ها ولد من لا ده؟ ولدي. وانت ولد من؟ انا ولد ابوي. طيب ايش رايك ان اضرب فيك انت وبدي لا؟ ايوه يعني بس ابوي لما ينسب لا ينسب لمن؟ ها؟ ينسب لمن ذا؟ لابوه؟ لابوي. وبعدين من؟ لي انا. ها؟ معناته انا في الملامه في الولد ذا، الناس كلها تشكي منه، الجيران، امام المسجد، كل الناس، ويقول عندي انا، قلت لهم روحوا شوفوا ابوه. ايوه خلهم قول لهم كلهم ابوه، ليش يروحوا؟ قالوا لابوه ما يتفاهم قليل ادب. انت لو انت تسمع كلام الناس يعني انا من اللي قالك هو ذا قليل؟ من اللي قالك من اللي قالك؟ من اللي قال؟ من اللي قالك لما اروح الحين ارعف ورعيف ولا شوف انا؟ قلت طب هنا ذاني يا ولدي فهم. شوف ولادك هذا علمه مردينه، قلت لك كم من شهر وهو ماشي دراسه الا ما تعلمته مردينه. الله يحفظك. هذا انا عندي له مستقبل. ايه مستقبل له؟ هذا ببيعه. قلت لك بتبيع بعته امس في عيد الاضحى خلي يضحون بقى شيء يذبحونه. ايه بتبيع فيه ما تبيع؟ ما هو بيضحون بابوي، من يضحي بادمي؟ واحد يبيع ادمي هو يقول ادب واحد. ايوه يبيعون ابوي محترم بناك ام محمد صلاح. لي امل ابوي يطلع كم يعني لاعب اكبر لاعب اهلي. بس انا ايش بنلعب في الرياض؟ وشفت الرياض اول يوم هذا ما يشبه هذا يشبه هل يشبه بلي هذا ويام علي عاد ولا فين صلاح؟ ما مشكله خلوا يتعلم ورديلكم الناس. ما قلنا شيء، الرياضه يلعب رياضه ما حد قال شيء، بس كل شيء له وقت. الحين هذا هو يلعب، الناس تتغدى وينزل يلعب الشارع. الجيران قال طيب نحن بنرتاح، هذا هو دق 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 هذا كل شيء له وقت يا ابوي. بعدين في ملاعب سواها خلوا العصير يروح ملعب كم الناس. العصير يقدر يروح، بس الحين هو يحاول انه مشان بيطول نص ساعه يقلك ساعه قلبك عشان المهاره. المهاره والمرونه. بس يعني المهاره والمرونه دي مشكله. كم اركان الدين انت؟
كم أركان الدين أنت؟ كم الدين؟ الإسلام. أيوة. والإيمان. أيوة. وعد. ها؟ كمل له ثالث. أنت كمل له ثالث. الإسلام. هو اللي أبوه ما يعرفه ما بيه. وإيه؟ أنت رد عليه قل له كمله. والإحسان. يا بله واحد حتى ثلاثة ما تعرفها يا بله واحد. شوف يا ولدي شوف ولدك هذا يوم القيامة لما علمته مردينه وبيتمسك برقبتك. بقول يا رب انصفري من هذا الظالم عليك أنت. لين ظالم. بتقول يا رب إيش من أعطيته وأكلته ولبسته وعانى ظالم بيقولك نعم ما علمنا مرديني. بتعلق برقبتي أنا. بيتمسك برقبتك أنت يوم القيامة. وأنا بتعلق برقبتك ما ربك بطل. لما قال بلا بهلة ما هو من يتمسك برقاب له. أنا اللي علي أديته علمتك أمور دينك وأنت صغير ما كبرت ما بلغت وتابعتك وعرست لك على ما متابع أنت تابعك. خلاص أبوي قاعد رجال نفسك هم شوف هذا ولد عاد صغير انتبه له. شوف يقول العلم في الحياة في الصغر كما النقش في الحير. العلم في الصغر كان نقش في الحير ما دام صغير. شوف لك بربعة بتقدر فيه له. بس الحين يعني مش لا صلاكم الناس تدخل مسجد يخرج ما تغلاش من ولد معك ذا في كل مكان مجي مشاكل في كل مكان. يعني اللي مشاكل الجيران من الدياء يوم يلعب الكراي يطاردون الدياء. الرياضة يقولون رياضة. عندكم يقولون رياضة. رياضة فن وأخلاق. فن وين؟ وأخلاق. وأخلاق. أيوه. أنت الأخلاق ما دريت كذاك ولا شفت الأخلاق فين هي؟ أنت الأولي. أيوه. أنا في كل مباراة يعطون الكارت أحمر. يعني لعب أخلاق. أيوه. أنا كأحسن واحد. تحمل. يا أبوي. يا أبوي العلاقة. أي مطلوب يميت بس يميت. يعني بس انا بس مشان ما عليك تهددنا ان ما اضرب ولدك. ايوه ولدك هذا ما دام عندي في البيت بعدله انا. ايه ما بدك تعدله ولا شيء. ولدك ما لك دخل فيه لو سمحت. ايوه ولدي ما لك دخل فيه. تفهم ولا ما تفهم؟ لا يمكن. توك روح المحل بغيته ما دام عندي في البيت بأدبه. وبعدين ايه ما دام وقت سمح واحد من شيبتنا مريض انا بنزوره. بنزور واحد من شيبتنا بكشلنا بالدرايه لما انا هناك. ساكن بالاحتياط ابوي. ايه بالاحتياطي الساكن بالاحتياط من قبل امس قدام بالاحتياط يعني يقول لك بترول ماشي خلاص يعني فيها حد بترول بس في الاحتياط لها يومين في الاحتياط خلاص شيل لنا المكان اللي تقف فيه الساكن قال لي خلاص انا بمشي وقفت الساكن بدنا نسحب الساكن ولا نسحب لك بالطبيعه انت رجوله اللي ما شاء الله قويات بيمشين عادها يعني ما بشيل لنا بالساكن لا ابويا الساكن انا اشترتها لك شفنا الساكن دي توك شيلها انت لو يعرف سوق انا بشيلها بس ما اعرف سوق بس خلاص يعني تظل تتمنى يعني الساكل ابوي الله يحفظك يقول انا مع مشوار انا مشغول شوف هذا ابو احمد صاحبنا ويارنا كان قديم في ايام الحاره القديمه ودائما يذكرك وين ولادك مع شفته مع عرفه ما شاء الله انا دعوه المريض مستياب شو مريض بزوره حصل فرصه بزوره يعني ما بشيل لنا لا يعني انا اروح امشي على رجولي اقول لك مشغول ما انا فاضي انا قلنا متحبر بك الحمد لله ان في ريول عادله معك موضوع الموضوع اللي معي يا مسرف انت ابو المسرفين اسمع احترم نفسك ليه احترم نفسك احترم نفسك انت احترم نفسك قبل كل شيء يا اخوي حق الكود يعني تسديد الفاتوره عندي الشهر اللي فيه سدد الفاتوره ما شاء الله عليك تنقلب نوع ذال الماء تصرف فيه ست مرات في اليوم تتغسل من يتغسل ست مرات في اليوم الحمد لله نعم يا اخي لك حتى الناس مغلظه ما تقع نعم فكر في يطلع ما نعم لا اسراف يا اخوي يقولوا له لا اسراف لكن لو كنت عندك انت تسديد الفاتوره ما شاء الله عليك حتى البزبوز ما نسمع الماء يوم ينزل منه يا اخوي انت الوقت حر تعرف حر هي الحراره بالليل مستحرين هاي عقل يا اخوي هاي عقل الكهرباء كذلك ليش تصرف سري ومراوح ليل ونهار اشتغلن ومكيف مشاركه من انت صعب انك تفهم الكلام هذا صلوا على النبي
اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. زعيمة. أبوي. بارك في المسجد ما عاد قدرت تركع. قالوا عيالك بيتقاتلون على. وكانكم اللي مشان العزومة لا أحد يمشي. خلوه أنا بعزم أخوته. خواتكم وأعمامك خلوه أنا بعزم. ما عزومة أبوي ما عزومة. الحين على الماء. الوقت الحين وش حر له؟ إيه من الماء. الوقت الحين وقت حر وحر. الوقت حر. حر. تغسل. الحين أسطوح حرارة بالليل كان غسل أسطوح مشان يبرد. سبي يبرد قليل. قال لي رشة شوي. هاي ورشة قليل. قل له الطرق ذا. قل له اللي بيفهم ذا. طيب صبر صبر صبر. صبر خذ أزله هو. بس واحد. ها. بس صوتكم رافع. أنتم بالحين بتفهمون له. واحد الحين يقول لك شوكم متقاربين فيني عيالي متقاربين. قال ليش غم مراوح؟ ها؟ قال ليش غم مراوح مكيفات؟ قال مش ركبناهن مشان نشوف هنا. عقلي فيك انت الحين. قال له انت غرفة ما حد هو فيها المروحة تشتغل والمكيف يشتغل والسراي يشتغل والهواء يشتغل وبقعة كلها تشتغل. مش من ادمي هو ذا يا ولدي مش انا يعني هذا بيصرف حتى في الهواء في النفس حقه. ها ها مش من ادمي هو ذا مصرف شو يا ولدي خلاص كسمع انت كسمع لا اخوي لا يمكن تفهمه كاصبر يا ولدي حتى الهواء ايش من ادم انت الحين كاصبر يا ولدي اسمع كلامي اصبر الحين غرفه ما كنت جالس فيها ايوه ليه مروحه شغاله ليه انت شغال انت بيدخلها بيدخل الغرفه يكون بينام بالليل من الساعه 6 الصبح تشتغل يا ولدي ما هو زاويه احنا معنا كيس صحراوي الصحراوي يبدا حلا وقت مش برد انا مد اروح السوق وريع حسونها بارده ارتاح فيها؟ طيب ما هو السوق الحين من الصبح شغال ايوه هي مصاحة وبعد تدخل فيها بالليل ايش تبرد سواء؟ ايش تبرد ابوي؟ يا ابوي انزل شوف عداد الكهرباء انا اتحداك اللي مسته كذا منه هذا الاسراف اللي يقيل يعني حارة حار مرة واحد ده هو البس احمر شوف 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 ايش من ادم انت؟ هلل يا ولدي والماء بقى عيش لان الكهرباء كلها على حسابك الماء قاسات رش بالسطح قاسات الماء بلدي صغيون ترمر كبير ذي مرميل مرميلين مرميل الصبح مرميل بالليل وغسلك غسل برمي؟ برمي لا هو ذا برمي كل يوم كم تغسل مرة واحدة؟ لا ست مرات شفت انا ايه؟ احدى هنا بتراب قل سبع بتراب انت ما قدار يا اش قال له؟ كاسمع يا ولدي احترم نفسك انك احترم نفسك يا عيالي شعور احترم نفسك انك احترم نفسك عمالك شوف صلنا مع نقدر تعمل بتراب يجلس يجلسوا تغسل بتراب يا التزم يا شوف انا بقول لك يا ابوي لو كنت عندك الفاتورة أك ماي أنا موافق على يعني كيلس كيلس طيب جلسوه طيب جلسوه أنا بكلمكم الحين أنا أتغسل على كيف كيلس يلس يلس على كيف تغسل يلس يا ولدي ما عليك أنا يلس يعني يلس أنا محترمك يحل لا وصل مرة مرتين باقو ما بقول شيء كيلس الأول تغسل على كيف أنا تسمع على كيف تغسل يلسوه يا عيال الحين ما سمعونا الحين بطلعون الضغط عندي أنتوا يلسوه سمعوا الكلام أنت لو شو مهورين تدري إيش قال القايل قال مكروه من الماء حيث أسرف ولو من النهر الكبير اغترف ذا مكروه يا ولدي ما بيكفي النهر ما بيكفي حتى له بحر حتى له بحر تتغسل خمس مرات ست مرات هذا بتطلع يا بطيه سلحفه يا ابوي حر يا ابوي الناس طوايع الناس طوايع تغسل يا ولدي تغسل غسل قليل وتوكل على الله كم المسلمين مش انا ظل تتغمس انت حتى قلت لك له بحر ما بيقع انا بخيرتي ابوي اجي مسبح في الدار اجي مسبح لا خيرتك انت لا خيرتك ايوه الدار تبعي انا وانا صاحب الدار وانا ابوكم انا الحين بقول لكم الحل والحل عندي انا سهل الخبر سهل اقول لكم لما تعلقون على كهرباء وعلى ماء وعلى ذا سهل طيب اول الحين بالنسبه للماء الماء حلو سهل انا الحين كل واحد بعطيه برميل ماء 200 لتر وبقفل للعداد خلاص مع الشماء كل واحد برميل ويكفي انا موافق موافق؟ ايوه وزايد فيها 200 لتر ها؟ انا موافق وزايد فيها نعم وانت كمان؟ 200 لتر ايوه 100 لتر وضوء و100 لتر شرب عدل الله خلص يا ولدي انت الحين بتتوضا ولا بتغسل كرسي حق ثور؟ يا ابو الحلال حلل يا ولدي ما بيقع برميل برميل 20 لتر ما بيكفي بدن ما موافق 20 لتر يا ولدي ما انا موافق بدن انا اذبح ناقه وبعير وثور وهي اللي يغسل بها 200 لتر ذي الحين انت انا ما موافق شوي 200 لتر 200 لتر هذيك 200 لتر بس خلاص هذيك 200 لتر خلاص بقي لكم حل ثاني واحدة بس ولا بعدك ذا 20 لتر بقي لك حل ثاني ايش رايكم؟ كل واحد بلاقي له عداد انا بروح عند صاحب الشركة ايوه وبقول خلاص عيالي ذول انا العداد بناهم كل واحد عداد وحده انت عداد وحدك هو عداد واحد الكهرباء والماء وانت؟ انت بالك عداد؟ ايه انا بالك عداد؟ عن كل ابوك قليل الخير وانا بنقي الاعداد انا وامك ام من حثلاث يا ابوي شوك بتدعم نفسك مو على من حثلاث ورا صعب ان شيء انت توافق عليه صعب شيء توافق عليه يعني انا بنقي اعداد انا وامك هلا كيف شوف مشان عدل خلاص كل حد بعداده بس خلاص
اخر حل وبعدك مين اخر حل توافقون ما توافقون يا ابوي اسمع مش داعي اخر حل بعدك اياه خلاص مش داعي ابوي مش داعي خلنا نمشي كذا بس لا 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 بالفاتوره لا لا بالفاتوره خلاص الفاتوره بتنقص المصاف ما بلش عقا لا بتنقص المصاف الفلوس طلعت 20,000 10 عليك و10 عليه ايوه هذا اخر حل ايوه موافق بالعشرة عادل خلاص طلعت 20 10 عليك طلعت 50 25 عليك طلعت 10,000 5 عليك و5 عليك طلعت 2000 1000 عليك و1000 عليك اشعل ثاني خلاص انا صاحب الدار وانا ابوكم موافق موافق ركب لك قصبه ابو سته هينش وفك الماء توك الحين موافق على كذا والكهرباء ركب لك 3 فيز ولا 10 فيز توك الحين كيلس يلس يلس الكلام اللي خلاص انا موافق ابوي بمشي الحين يلس 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 بعدك طيب اصبروا واقفوا مش انا خلاص الحين موافقين خلاص من بكره الا من شانك ويشوف خلاص من شانك من شان راسنا وانا من شانك ويشوف ما هو من شان لتح ذا ايه 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 اخوك ما هو لتح لتحين ما هو لتح واحد ما هو الحين ابوي مع قدر يقدر يعني الحل ذا مع لو عشت في الراديو خلاص ما الحين هو هذا اخر حل كمان اخر حل هذا اخر ريتك جبته من قبل اليوم الحل ذا كنت يقول مثل كنت يقول مثل يا ولدي اخر علاي الكي هو ذا هو شوف الحين اسمعوا ايوه باناكم تروحون تبون الخضره حق اليوم الخضره ايش رايك يا ولدي انت الخضره اه وعيالكم احدهم لا احد من عيالكم انا بنوصيه وبعدين حسب ما انتم شايفين يا عيالي اصحاب السيارات لا يمسكون بريك ولا يشوفون لفات اصحاب السياكل اشد يوم يخبون في الشوارع تصدق انه يوم من الايام واحد صاحب سيكل وانا امشي في الشارع اللي رحت كذا يتبعني اللي رحت كذا يرجع كذا اللي رحت كذا لما دخلت الضيقه حق اليران شبابك وشوف اه وزعل من صاحب السيكل شبابك ها أه؟ شبابك كيف شباب شباب أه؟ ابوه ليش يدرك ها أه؟ خذلنا شبابك شباب ايه كان بنا ولا سبحان الله يتبعهم كذا بقول لك انا اشوف صاحب السيكل يتبعنا اللي رحت كذا يتبعنا كذا اللي رحت كذا الا ربك حصلت الضيقه مفتوحه الحمد لله يا زقر صغير قال حبيب بوتاه يقول انت فاضي من صاحب السكر شرط قال حبيب بوتاه معي نعنع فيها بيعطت فيها قلت له بس ولا ابوي يدخل عند امك انا بمشي ابوي هنا بحيك يا الخضره يا ولدي الخضره ما انا خليق ماك خليق ولا انا فاضي ولا فاضي ومشغول مشغول ومعي مشوار بس باصل مكان بس بس بري على مكان بس ثاني بس بعدين بس بروح هناك بس بس على هناك بس خلاص يكفي اشغال الدنيا كلها معك انا ما كملت ابوي خلاص اكفي لا تكمل يعني بدي بالخضره خلاص خلو ما سيبك الخضره كروح فري ايه ابوي انت يا ولدي يا ولدي ما شاء الله تبارك الله انت الصبوري وانت العاقل وانت الكبير وانت اللي تعرف وانت تعرف كل شيء يا ولدي الحين لا ولدك في بركه وحدهم هنا بنكلمهم انت يا ولدي هات الخضره اليوم يا ولدي باختصار ايوه باختصار ابوي لا ما بنا تجيب شيء باختصار خلي باختصار باختصار ما انا خليه اقول لك ما بتجيب شيء باختصار ما انا خليه ما انا خليه ها اي طباطات عليه مواعيد عليه اه عليك مواعيد يا ابوي على خير يعني ما بتروح ما خليه سبحان الله العيال ما فيهم صبر ولا يسمعون كلام حق ابوه يعني بانا انا اخري للسوق ويجيب الخضره الحمد لله يشوفون الشيبان كي يمشون حتى في الشارع ريول كذني تعالطن في شق واصحاب السياكل ما يبالون واصحاب السيارات كمان ويضرب من الهون انا ببعد انا اضربهون تضربهون على كي بخب انا لكن بس خلاص
ليجي أول مرة جو جيب يلعب في الدريم إيه اسمع ده مع 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 التحر مع التحر ومن مع التحر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من قفل الباب من داخل أنت من قفل الباب من داخل والقفول ذا مسنا قفول ذا عاد إحنا قلنا هذي ما سمعنا طرب ما لما قد نزل تفتح مسكينة أنت قفلت من داخل أنا قفلت له آخر الليلة لا بعض السرق محمد مفاتيح فتح البوابة أنا قفلت كيف ما عم تسأل بس عن أحد يفتح الباب يعني ويبك إن كلك ترتقي لك وكلك حمر يابك حمى عندك حمى داخلي كانك بتغطي كيف حمى وانت بارد يابك ببارد انا شكلنا بلا بالك انا كولد يا بكره انا اشبك ما شوف قبل مساء زرنا ابو احمد ديارنا الله طول عمره يحفظه مسكين اذكرك قولدك وصغير اعرف ما شفته الان بعد روح زوره مسكين بدعي لك دعوه مريض مستياب اشوفها العامل يا رب كل ما علو يا بكره الحين كنك لا ما 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 مرحبا تفضل تفضل قل مع عدو قل مع عدو لا حول ولا قوه الا بالله ولدك معصب من درج بوش اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خير ان شاء الله خير الا مسكين بده يلعب في الطريقه صرناه يلعب الطريق دي ما منه خير الطريق دي طيب الحين ولدك هو ده ولد يعتبر ولدي هات صدمته مسكين بس يعني شليته المستشفى بخير الحين يده قليل بس ده واحد ذاك ذا كم مره نصحته يا ولد لا تلعب في الطرقات لا تلعب في الطرقات ما يسمع كلام ذا ولد عاصي ذا وشوف الابو ذا شوف وش يقول العروس بنحكي لها قم ابوي قم ايه من قبل وهو مربوش من من قال ولدك صدمه قاعد ومات الشر من الشر هو قلت لك سمع انه ولده صدمه هو الدلوع حقه ذا ايه شوفه ايه شوف ولدك بخير شوف ما ابوه شيء ذا يده قليل بس ولدك شوف صدم ولدك شوف قم صدم ولدي صدمت شيب ولا صدمت ولدي شوف ولدك الحمد لله سلامات لبق صدام هناك صدام الرياء مسكين بالغلط من يلعب في الطريق ولدك يا عمر ادمي لما تشوفه يا هبل واحد لا اله الا الله ايه صل على النبي اللهم صل عليه علم ايه يا خليك ما تشوفه ما قدر النبي ببيعه ده يا هبل واحد اي هو قد السيكل يجي انا ابعد وهو يجي عيب ما ممكن تقول رجال مسكين قد بعدين شليته انا شليته قال جزاك الله خير ما قصرت ويوم شليته وكسرته ما قدر متابع الدم شوفوا كتبت له دواء واعطيناه اياه الدواء جزاك الله خير ما قصرت لا عليك اديته الغلط من عنده هو من عند ولده ذا بالعف جزاك الله خير روح خلاص عبك جيبك قدامك شوف صدمت شنو عنده شوف الدواء شوف الدواء يا ابو ولدك عاد جيبك قدامك شنو الصول عنده عصوا على الريال هذا منه عصوا على الريال الريال انسان محترم جزاك الله خير ما قصر مع ولدك أصلك أنت ما تسمع كلام أنت ما تسمع كلام لو أنت تسمع كلام ما وصلنا في اللي وصلنا كم مرة أقول لك تلعب في الطريق حق السيارات حق الساكن كم مرة مية روح عند أمك روح عند أمك روح إلى أدب واحد روح عند أمك تحمد ربك إنها مهريك انكسرت ولا بتقعد قاعد بتحل في الدار هنا يقول أدب واحد شفت له عاد تضرب الريال جزاه الله خير كان تخيل إنه صدام وهرب لانه الغلط مع ولدك هرب قال برع ابوه ما بقي له اي حاجه والغلط مع ولدك ايه بتجي لا هتقولك انت انت تتكلم لي عربي ولا انت ايش بك انت هنا بتفهم كلامي لا انسان طيب وقعد صدم ولدك ودق والغلط مع ولدك انا متاكد 100% وشله راح المستشفى وياب وعاد خسر حق دواء مسكين خسرته دواء وخسرته مشاوير عاد تقوم تعمله من عذر بدن فلذن بعليه ما دام وياه مسكين ما اعترف خلاص سامح جزاك الله خير انا زق لما اعترف اللي هو ايه بك انت الحين كانك الحين ولدك بخير خلص ابك الحين انت بخير ابوي بعد ما خرج من عندك انا ايوه امشي بالسيكل والبلا بترول لا بس مشت بترول به طيب حصد في جيبه يلعب في الطريق
شيب يلعب في الطريق ضحك شيب يلعب في الطريق ما بتمشي عندي ذي هات بديل هذه هات عبارة ثانية هات عبارة ثانية يمشي في الطريق أيوه هات اللي بعده والسياق تعرف السياق اللي أنت مغاريم تخب السياق تخب دقته قليل بس دقت من دقت شيب لا حول ولا قوة وبعدين ما تحرك هذا ما دقته قليل دقته قوة ذي بس بعد ما تحرك أبوي وبعده لفت السكر وشردت يعني ايش شردت يعني سكر مع السرعه دبرت خب واحده وانت عقب هزته وانت هزت الرجال ولا كيف لا لا شلتنا كيف تقول كيف توضح كلامك سوا يعني الحين لما صدمت الشيبه فين رحت ردت لف بدي يتحرك مع تحرك شلت لفه وهربت ايش سيقول يا لا 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 تقول السيكة هربت لا تقول انا هربت والشيبة ما عدلت تحرك طيب سبحان الله الشيبة عنده نزيف واحد ينقذه في الحالته خليته لمن خلاص والسلام بس وتم شيبة يا ولدي لو حتى دياية دقيتها مفروض ما تهرب وتخليها يا قيل ادب روح اقمل الدياية ذي كم قيمتها 4000 خذوا 4000 ولعب مكم ذا الاصول شيبة سبرمي فيك انت الحين سبرمي فيك انت قيل ادب انت شاب وتروح وتخليه مسقوف في الارض احمد وين وين ضميرك وين ضميرك فين ضميرك راح اعتبره ابوك اعتبره اسمه بنادم انت انسان مسلم ترميه كذا حتى لو هو مسلم شاب ومسلم ومن بلاء منطقه قم 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 نروح المقاعد صدام بس فيكم وبنقول من اللي كان شاب مسلوم هنا شو ذا ولد اللي صدام قم خلاص وين قال مال ولاد عاد كلهم يا اخي عاد كلهم خلاص يعني اخر عمري بنا ستر عليك في اليمين من لقيت هذه قم قم عادي ديه وعاد صوم قم قم قال حق زل 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 قم 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 ابوك مياء ويوعب الغداء والغداء ماشي نعم عاد مياء مياء الخضر بين الخضره هي الخالق بيقول الغداء هذا وصلت الزكاه شفت الحين قلت تدور له وصلت ما بيه ولدي قلت تدور له تخبر ايه يا الدكه مسي دي قاعد فين روح فين بيروح يا في الدكه يا دق لحي تو ما يتاخر كذا كل مره يقع الخضره يقع الخضره عاد يروح تو هو خافنا حصل حد من العقال يجلس وياه اكيد وشوف ابوي ينسى شوف يسهى وخلاص مع دار يا وصيته من شانه ويسلموا على الحي الله دي بس نقول له يا ولدك هذا توصيته اه ولدي اه السلام عليكم السلام وردك ولدي تخبرت عليه قالوا شلوه 2 ريال شلوه من السوق 2 ريال شلوه شلوه فيه مناديه يعني سرقوه ولا كيف ما قدر مناديه انا تخبرت عليه بس وافي عليك ولدي وافي جزاك الله خير طيب قول له ما اقول غداء على ما على الموجود بس كيف ريال شلو دي ثاني ريال شلو افتح يا ولدي افتح في مشلون انت تخاف ناس اصحاب اكيد ولا روحوا معهم مدادهم اياه ولا شيء مداد ولا على صح مداد حقه انا ملاقي ابوي ذا ما عنده حيمه يا ما قد شيء الا الوقت يعبر وقت يعبر سلام شوف يا عيال ابوك شوف عزم خلي شوف عزم الضيوف ولا يا ولا هو يجي يرسل مال الدار هنا يا حياكم مرحبا تفضلوا يا حسانه حياكم تعالوا انا تفضلوا كل خلي الناس بالطرف حياكم سهلا صاف يا اخوي صاف حياكم الله يا حيا سهلا مرحبا حياك الله تفضل انستو الله يسكم خير حياكم سلطين من العايدين فازين العام انتم بخير ما شاء الله حياك الله انت سنه جديده سنه جديده نعم سيب الخيرات ان شاء الله ان شاء الله الصبر حياك كل الله كل شيء بيقع ان شاء الله والامور المكتوب مكتوب شوف. مكتوب ان شاء الله حياك الله تفضل حياك خدمه اليوم ده ما بيعد على خير شوف عياله ده شايفين المزارع ابوي المزارع بالقوه ما انا حجيبك انا اجيبك تبد لك اكثر من كذا انت انا بروح ابوي وانتوا بقول له بدعمني هو معلوم جلس هنا وابوكم بنتخبى بخير ابوي عمي عدل بي اي مني سهلين راح الخبيب خضر عمي عزمك ولا اكيد عزمك
حق يعزم الناس ويتاليه الله يهديه ويده. الصوب حريشون ما نحي مريع. مريع عاد بدن. عاد مريع. الماء يغلي هابط والرز يغلي والخضرة ماشي. ما رحت وصلت مستشفى حد مريض مستشفى حد في مكانه. لا ما رحنا. لا أذن العاصمة الروي. إحنا وصلت الزقر وتروح تشوف يدك فيه راح. يا قال لي ثنيش اللوم. كيف ثنيش اللوم ذي محل. شلوه حملاه يعني حملاه وشلوه مستشفى. عارف قصة مشوار شلوه. أقوم هلا نروح مستشفى معك. ها؟ بروح المستشفى. مش هنا تروح المستشفى. هنا أبوي اللي عرفنا يروح تقليح هنا يجي أذن عصر. لا ما أبوك يعرف أبوك تقليح في القاع هنا تقدر في القاع هنا. أبوك ما هو بخير شوف. أنا تقدر بلا مبطاش وما هو بخير. قوم نروح المستشفى قوم. كيف هذا؟ نعرف. أنت معك بخير. ضاق ولادك بوه بارد ولا هذا؟ باردة. الحين نحن في قوة الحماة وأنت بق بارد بتغرم من عند إيش من عند منت؟ تشوفون الاول اليوم تغدوا هنا الاول اللي قعدوا مدمين تغدى هي بتخبى على الوالد ابوك بتخبى ابوي قال لكم قدموا له الدار ولا شيء ابوك لما شفنا ابوك ها ما شفتوه ماشي منه الله يحييكم بسم الله صل الحمد لله بخير شوفوا بخير شيب حياك ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله على السلامه الحمد لله وعلى السلامه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه الحمد لله بخير الاول ما شاء الله ثنين شلو قال الحمد لله سلوماتي شو زي كلام صدقي الحمد لله جزاكم الله خير ابوي كنا قاعدين ابك من شلو قال ثنين شلو خذيها يلا شلوني ما هم دول يا ولدي جزاكم الله خير لحظه عفوا ولدي واحد صاحب سيكل صدمنا ايوه بعدين وسقطنا وبعد يا ولدي يا عياليك يا عيالي ما هو ذولا ما هو ذا ما هو ذولا اياد منهم قول يا ولدي يا ولدي اياد منهم اياد منهم ولدي ما هو ذا ما هو ها ما هذا كسوس بس كل ما هو ذولا ما هو ذولا يا ولدي لا ما هو ذولا ما هو ذا ما هو ذا ما هو ذا يا ولدي يا ولدي ما هو ذا فك فك يا ولدي ما هو ذا ما هو ذا يا ولدي فك فك ما هو ذا ذولا انقذنا ذا انقذنا ذا انقذنا هم ذولا هزون يا ولدي انا قلتوه ذا قلتوه يا ولدي ذا جزاه الله خير هزنا هو يا ذا شوفوه هزونا العفو يا اخي العفو وصلونا المستشفى يا ولدي وصلونا المستشفى جزاهم الله خير يا ولدي ما هو ذا العفو العفو يا اخي الدواء حقي الدواء العفو يا اخي لا 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 ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يحفظكم يا ولدي كايلس يا ولدي كايلس كايلس يا عيالي كايلس انتم بدايه من الاثنين ما تسعبوا اعطي خبر انا اقول لكم انا خبر قال اثنين شلوه ايوه كذا واحده من الاثنين شلوني يا ولدي من الشارع لا اقول لك واحد يا ولدي كور فيه كبير ايوه ويه حمر لا شو اللي حصلتوه يا ولدي وصفوا عقله لا عاد تسلمون العظم فيه واليوم هو يهلل ممكنوا بابكم تطبخون وطبخ طبعا كسر تكسير لا الاول يا حري كور كبير ذا ليه ما سيبوا ذا يعني. يا ولدي ذا في نظارات ذاك بلا نظارات بعدين يفحص يا ولدي يفحص معه موتر خلى العكر يدخل في عيوني موتر موساكن 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 اوو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 
راك تسرق يا ابوي. انا له خير بات الكبد حقه باكلها. لا اله الا الله. عندك ضعف الدم ابوي ما هو ضعف. انا ابوي بحمسلك ابوي بحمسلك. من عفا وصله من عفا وصله فير الله. بود لابوي شغل طبخ. من عفا وصله فير الله يطيب. لا مانع لوبه تعليب ببيعه في السوق صح ابوي. لا لا من الايام من قبل ويتخبرون عليه الضيوف. الضيوف الله الله فيهم يا عيالي. طيب ذبحوا السمين ها؟ مدام المضيوف. لا 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 الحضيض الحضيض. ما راح نكون نذبح يعني. ذبحوا السمين. ذبحوا السمين. اسمع السمين. خلاص بس السمين بذبح. طيب طيب. اسمعوا. ذبحوا سنين ذبحوا سنين ذبحوا سنين. ثلاث مرة. ذبحوا سنين. ما نجلد ما نجلد. بتفهم يا أخي بتفهم. يا ولدي. السلام عليكم. ما عرفت ما عرفت ما عرفت. السلام عليكم. الحمد لله السلام عليكم. ما عزمت حد يا ولدي. فين عزمت حد؟ انا دخلت السوق على زبرت بشتري ايام ولا سيكل هذا طع شربك انت يا طيب يا العاقه خير من عفا وسع كنت الحمد لله سلومات هو سلومات سلومات الحمد لله ان شاء الله بتقع على نور ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله من عفا وسع. انتوا يتمنين انتوا تبيعون ساخر ولا لا؟ نحن اللي صدامك معروف. ها معروف من هذا فين داره؟ قال عنتر ولا من هذا؟ قال له معروف قاجف يقول المثل
الوعل ودخل للشباك. شباك؟ اه معروف الرجال. سرعوا لعبوا بباك. من هذا يا اخي؟ اه ايه خلوكم المضغه وتنباك. يا طيب. ولا شي لقوه مسواك. يا طيب اقع عاقل انت شوف. الحين من اللي سدوا ابويا؟ من اللي سدوا ابويا؟ العاقل معاشي. من اللي سدوا ابويا؟ تعرف انت؟ شفته؟ اربع يدوم خضر ولا شعور الراك. يا طيب وهد عيالك ونوع سوء وانت فاهم. انت حضرت حادث؟ كل شيء بداري. كل شيء وانت شفتنا من خلفه شفتنا من بعيد في السوق. يا ابن حلال خلاص اطلع حفظك اقول شيب ذا انت شيب وانا شيب وانت فاهم بالاسلوب. وين اللي يصدمنها؟ وين اصدوا ابوي من؟ هاتوا هاتوا قل لي عاد روسه بس في داره. انت باروت انت ولا فين داره؟ وهد طيب وهد طيب لحظه دقيقه تخيل ابوك انت مسكين ذا. طيب وين وهاتوا؟ اللي يصدم معروف. لك يا معروف لا فارد انا بيبو لك بتيبو؟ نعم اول الحين بناء الحين الساعه بناء. لا لا الحين الساعه بناء. اللي يصدم ولدي انا. اللي صدمك ولدي انا. ولدك؟ ولدي وين معترفين بالذنب وغلطانين مليون مره. وين ولدك هو فين؟ لما تجي معك فين في الدار؟ وذا كود هنا مو قاعد يهود الادمي. لحظة واحد 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 هو يهوذا؟ هو ها؟ يا طيب هو ذا هو بس واقف 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 هو ذا هو الوعد داخل الشبك خلاص صبروا خلوه خلوه فكوا هو اللي ما هو هو ذا هو هو اللي ما هو هو ذا هو هو ذا يا ولدي ايه شد شد عدوى كسبوا لي ولدي كفكوا يا عيال كشوف انت ادمي كبير مسوق يا ولدي ما سكوش قول ارنبك يا مسكينه كفكوا بس فكوا شوف الكرسي وراء سيروا سوا انا تم عند بابنا سبحان الله في بغاك ما في عم تشيله عاقب تشيله لا يا ولدي بتعورنا بتدحف كده بس كلك تكهر يا ولدي تكهر كلك يا اله الا الله عيالي ذول اشوفهم باروت ذا شوفوا الغاز وذا الباروت الغضب ما هو زين شوف الغضب ما هو زين الغضب ما هو زين كل شيء حل كل مشكله حل صح ينالك معترفين بالذنب ولادي غلطان غلط عليك وغلط ما يتحملوا ملف طيب الان اللي بغيت تبغانا انت السكين ونحن اللحم ايه لا تبرد بالفلفل عبوي يلا سكين بالسكين من دري عليه كل ما بتمشي نحن الصدمه بالصدمه شوف ايوه الصدمه والصدمه ما دل قاضي يقول الصدمه والصدمه اسمع يا طيب شوفك عاقل مرحبا مرحبا انت عاقل هات هات انت وانت العاقل انت انت عاقل فيك عاقل فيك وردي استوى الناس استنوا حق الله بس كلهم يا ولدي كسبوا فاكوا في الشارع يا ناصر يا ناصر يا ناصر كسبوا لي ولدك انا اسمع منه ولا قلت له بالله المهم ده ولدي وما اعترف بالغلط قلنا لك غلطنا مع مكرر غلط ولدي غلطان غلطان والحمد لله انه وقع سلومات وقعنا شيء ثاني من الشر الحمد لله لو ما دامك بخير اه الحمد لله ولا على الصدمه قلنا قاعد ما شر شيء وقع ثاني الحمد لله والمهم احنا غلطانين ولا قوت وانا ده ولدي قدامك وانا صدمه ابويه وانا صدمه قاسك انت لو وقع النزيف داخلي ايه عدنا بتمي حيها كلمته بالكلام بموت الطريق كله وانا على قدنا ولا يهزم عي ولا الا بس شفتك مع تعرقت خلاص روح الله يهديك نقول لك انا الهديه انا ذيك الساعه شوف شوفني يوم الهجر ذيك الساعه يوم دقيتنا الله يشفيك بالعافيه ان شاء الله ويحفظك ويطول عمرك ان شاء الله وتفرح بعيالك وعاد عمرك طويل ان شاء الله يا ولدي المختار ثاني اي شيء يدقه ولا شيء اصبر وان كانوا بني ادم شله وان كانوا حيوان نقذوا ها يا ولدي ما حد يشردك لا شوفوا له مرحبا ها مرحبا توبه خلاص توبه انا الزيقر كلهم عم بشيل له ما بشيل له لا ما هذا ما بشيل له قاعد تأدب من الناس شوف ولده اليوم صدمه ولده ولده هو دق في واحد طيب دق ولده وراح شله المستشفى وعمره يده ما شاء الله هو صدم ولده لا لا واحد ثاني صدم ولده واحد ثاني ويا بالدواء ما شاء الله وقالوا ذا ولدك وهو لك الفضيحه فيك صدمه ما صدمه ما دخل نحن نظن نصدمه صدمه واحد بصدمه يا ولدي كسبر كسبر يا ناصر كسبر العين والعين والسن بالسن كسبر لا يمكن نتنازل يا ولدي اصبر لك يا ولدي كسبر الحين القاضي والشرع وهنا يقولون السن بالسن ولا الحين نحن ما نسامح يا ولدي ومن عفا وصلح فيره على الله عامدي يا جماعه اليوم اخر يوم في السنه هذه نعم. هذه سنه جديده ان شاء الله وصفحه جديده ان شاء الله والولد هذا ان شاء الله قلت لك اللي بغيت انا وان شاء الله بيعذر بيعرف الطريق جزاه الله خير تمام. انا شفنا اهلي خريبي للسوق هم عيالي ذولا قلت من دروها هاتوا الخضره يا ابوي اذا ما حشاي كلام لا ما شجعت ما ابو كله مع مشغال كله مع مشغال يعني انت بالخضره انت اللي ابوك اه خلانا انا دارتي بالخضره
وعاد واحد منهم ذا ولد 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 ولده. قلت له يا ولدي بتساعدنا في الخضره اللي اصحاب السياكل ما يبلون ولا؟ قال حبيب. قلت له مرحبا. قال لك لك الادار فوق راسك. الادار حق الطائرات. حق الطائره. ايش اقول له طائره انا ببر هنا. الله يهديهم. وشوف مع العلم ان هذا ولدي. قلت له قم بكشلنا عند ابو حمد واحد يارنا من قديم شيب مريض. قلت له بكشلنا بالسكر. قال سكر بالبترول. وخريده هو شل السكر وصدمك. شوف انت كيف اصله ده ما يسمع كلام. ولد واحد قال لي ادبك ما عاد. ولكن ساعه دايره هو ولده مره طلب العفو من ريا كان قم خلاص يعني مسامح مسامحك انا مسامح جزاك الله. اي يدي 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 فكه فكه. اي يا ولدي من بعيد بس. رازي 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 بعيد بعيد شوي شوي شوي. الحمد لله الحمد لله على السلامة. ما شاء الله طول عمرك يحفظك ربنا ان شاء الله. وكما يوم سامحنا ربي بسامحك في الدنيا واخره. جزاك الله خير. خلاص وخلاص صفحه جديده. شوف يعني ودارس له الولد درس ان شاء الله ان شاء الله. هاتوا عيالكم وتعالوا تغدوا عندنا اليوم. تغدوا كلنا. تغدوا كلكم. ماشي خلي وقت ثاني قدك بخير. ماشي داعي ماشي داعي ان شاء الله بخير. لا خلي ماشي داعي يا ولدي سلامت الراس يا ولدي سلامت الراس. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله بالي همك بانيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. من العفو منك يعني سلام. العفو منك انت ابوك ما شاء الله ابوكم اقعد ويد بس يا ولدي اذا دب عليه ابوك. شيل حقك الثوب ذا مسكين يا عيالي قطبتوا الجلوس حق المنزل حقه. العفو منكم عظيم خلاص يا خلاص الريال اعترف بذنبه خلاص ابوكم سامحه ولا حاجه. سامحه يا ولدي سامحه. سلم عليه سلم عليه مدلو العفو ناصر يا ولدي وط الشعر قلي سلم عليه مشان ويجو بس مشان ويجو. جزاكم الله خير. الله يطول عمرك حياكم الله يا حياكم الله. الله في ابوكم ابوكم اخر عمره الله فيه. لا تخلوه ينزل السوق مسكين الوقت ذا قاعد بتصبر من امه حزمته وسقعته سكن نار قاعد يخب على ابوه كمان ذا كمان ذا قاعد يعود عن الظهر السيكل ما هم دارين انها تخب له ما هم دارين. يلا يلا يا عيالي دخلونا انا برتاح شوي في الغرفه. يلا قوم ابويا مو يلعبون لك ابويا. لا خلاص الخضره خلاص ما في الخضره علي خضره كل مره بيبنا بعد مش خضره بدنا سامحنا بس يلعبون لك اي مشوار بيت هنا شوي 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 يدي 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 تدينا يدي يعني هي ممنوع اللمس يعني ولا نجيبك كيف ما هو ممنوع اللمس الا خفيفه كذا خفيفه لان يا ولدي دقه في اليد ودقه في الراس ودقه في الرجل وكلنا مدقدق الحمد لله دقتك شوي 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 شوي